واحد السؤال يحيرني ولم أجد له جواب. سؤال عندما أتذكر هذا السؤال كتجيني كيقالو لاخور كنتعجب الحكومات ديال الدول، حكومات ديال الدول الإفريقية ولا أوروبية ولا موزمبيقية تسعى جاهدة لحل إشكالات ومشاكل المواطنين، وكتسعى باش تصيب حلول، حلول اللي غترضي الشعب ديالها والمواطن اللي صوت عليها. الحكومة ديالنا حنا حاليا تسعى لإيجاد حلول كيفاش دير تنجح المرحلة الجاية. حكومة تتحدى الشعب، حكومة مكونة من 3 أحزاب دير جهدها وتسعى من أجل أن تجد حلا لتنجح في 2026. أولا الله سبحانه وتعالى اللي كيعلم الغيب، ثانيا واش ضامنين راسكم 2026؟ حنا النهار اللي كندوزوه لا غدا كنقولوا مدبرها حكيم الله سبحانه وتعالى اللي كيدير واللي كيدبر واللي كييسر. دابا انا اللي ما بغاتش تفهم لي، انا الحكومه ديال اخنوش تسعى جاهده وكتقلب على الحلول لكي تتحالف فيما بينها باش ينجحوا في انتخابات 2026. كاين جوج الحلول، اما سبقوا على هذا الشعب بقوا بوحدكم وصوتوا على راسكم، وكاين حل ثاني هو انكم تزولوا الاختصاص ديال الانتخابات وديال صويت لوزاره الداخليه، ديروا شي قانون. دابا قانون كيعطي الحق للاحزاب الثلاثه المشكله للحكومه انها دير شي قانون انها ما تبقاش مشرفه وزاره الداخليه، وديروا بيناتكم دمسوا الكارطة بيناتكم داما ودوزوا راسكم نجحوا راسكم وصافي تهناو. مالكم معذبين دابا كتقلبوا كيفاش تنجحوا في الانتخابات الجاية 2026؟ نتوما دابا كنظن ان الدري صغير دابا اللي غيخلاق غادي يعرف على ان الحكومة حكومة غير ملتزمة وحكومة مستبدة وحكومة غير لم تفي بالوعود والعهود. راه الله تحالفوا مع الشيطان والله تحالفوا مع شي حاجه اللي ما كايناش. عولوا على راسكم ان باذن الله وان شاء الله في الانتخابات الجايه سيتم رميكم الى مطرح الازبال. الشعب المغربي راه شعب عظيم، شعب صبور، شعب متخلق. شنو هو اللي كيجعل الشعب يصبر؟ وأنه كيصبر على الحمد لله عندنا بلاد فيها الملكية وفيها الاستقرار، وهاد الحكومات كيبقاو غير موسمية كتدوز مرحلة ديالك وكتمشي. من كان يظن أن حزب العدالة والتنمية من 100 برلمانيشي ينجحوا فيهم 11 ولا 12؟ هاد الحكومة ما خداتش الدرس من الحكومة. وواحد الكلام اخر، حنا بالنسبه للحزب العداله والتنميه الله يسمح لنا من حزب العداله والتنميه لاننا حاربناه ودرنا له المضايقات ودرنا له، وهما ناس اللي شرفاء وناس. هنا كنا نظن ان هذا السي عزيز اخنوش مع احترامي وتقديري له انه انسان عنده مشاريع وانه غادي نتصلاو بداك الخير ديالو ونوليو بخير. عمر شي حكومه ان الشعب ديالها ولا يشوف اللحم غير في التلفازة، ولا يشوف الديسير غير في الحوانت. الطبقة المتوسطة طحنتوها ما بقاتش، كاين الطبقة هذوك صحابكم اللي دايرين لاباس، صحاب الفرم وصحاب الضيعات والأغنام وداك الشيء، وكاين الفقراء. حكومة حطمت الرقم القياسي في إنتاج الفقراء في هذه البلاد. فأنا قلت مع راسي وكنتسائل كيف لكم أن تبحثون عن حلول باش تنجحوا وانتم دمرتم شعب بكامله؟ الشعب المغربي دمرتوه، ما تسيخوش بذلك الأصوات القليلة وذلك الطبالة وذلك الصحفيين وذلك المراسلين وذلك الجمعيات وذلك الناس اللي ودائما عندما أنتقدوا الحكومة باش نديروا النقاط على الحروف. فالبرلمانيين ديال اللي مشكلين الحكومة وبعد المنتخبين، انا لا اعمم، راه عندكم الشرفاء
عندكم الشرفاء وأتذكروا على كنهضر على مدينة فاس، راني كنتقد الحكومة وعزيز أخنوش المكونات ديالو ثلاثة الأحزاب ثلاثة، رانا لا ألوم هاد الناس اللي معانا في جهات فاس مكناس برلمانيين الحمد لله كيشتغلوا، كاين رؤساء جماعات رؤساء مقاطعات عمداء كاين الناس، ولكن هذه سياسة كبيرة للحكومة، السياسة التي فقرت الشعب المغربي. واحد النصيحة، النصيحة لهاد الوجوه الطيبة اللي كتشتغل دابا في هاد الأحزاب الثلاث، حبادة لو اللي منتمي للأحزاب الثلاثة اللي عنده رغبة أنه يترشح وينجح يخدم الوطن ويكون الشعار ديال الله الوطن، يقلب على شي حزب من دابا من غير هاد الثلاثة الأحزاب، أن هاد الثلاثة الأحزاب الميت إلا مشيتي للمقابر يقول لك هاد الناس هادو راهم تكرفسوا علينا ودمرونا وفقرونا وهجرونا، بلاد لو كنتم تحترمون أنفسكم لقدمتم استقالة، بلد المخطط الأخضر، بلد المخطط الأسود وبلد المعاناة، والحمد لله على أن الحمد لله عندنا أنتم مراحل كتشوف حالاتكم، الحمد لله اللي عندنا الثقة واللي كيتصبرنا في هذه البلاد هي المؤسسة الملكية، وهي الحمد لله الثقة اللي وضعها سيدنا فيكم والمحبة اللي كيبغي الشعب ديالو. إن شاء الله أنتم إن شاء الله غادي تمشيو في حالتكم إلى رضا، كان هذا هو واحد الميساج كيف ودريت.